وهيبة مرحبا. مرحبا سي زهير، تحياتي ليك وللسادة المستمعين. الله يخليك، من خلال برنامجك أنا نحب نقدم رسالة. تفضل. رسالة، أول حاجة نحب نتوجه لعائلات الأمن سي زهير. الكل زوجة تعاون أمن، الكل ابنة، الكل ابن، الكل أم، ونقول لهم ارفعوا روسكم، افتخروا بولادكم، افتخروا بسيود تونس، افتخروا برجال تونس، كلنا شعب تونس الكل بنساه برجال، رانا نقدروا قيمتك نكتة الدم اللي تصبت واللي تبزت، راهو الدمعة اللي تجري من عين الأم الشهيد وزوجة الشهيد وبنت راي تهبط تحرق قلوبنا الكل. مستحيل مستحيل حد ينجم يهد التوانسة ولا يقهر التوانسة ولا يأيس التوانسة، هذا لا يمكن يصير في تونس يا زهير. رسالة للإرهابيين، الله يخليك اعطيني شوية وقت. تفضل. نحب نقول لهم اللي عائلات الأمن، اللي زوجات الأمن راهم لبوات، اللي ولاد الأمنيين راهم أسود وبناتهم، راهم باش يحاربوكم قبل ولادهم وقبل رجالهم وقبل نساهم وبناتهم الأمنيين، راهم صدورهم مفتوحة، راهم ماهمش باش يخافوا منكم، راهو منازل الأمنيين الكل مفتوحة، وتفضلوا يجاو في كل وقت، راكم باش تلقاوهم موجودين وباش يتسبعوا لكم، بمعنويات مرتفعة ما تصوروهاش في بلادكم، راهو كل قطر الدم نتاع أمني تتبزع على دم هالبلاد هذية، البلادنا اللي نحبوها الكل، راي ما تزيدنا كان عزم، راي ما تزيدنا كان قوة، راي ما تزيدنا كان إيمان باش ندافعوا على بلادنا. ونحب نقول لهم ونهنيهم اللي احنا قررنا نساء تونس وبنات تونس باش نساندوا العائلات نتاع الامن الكل، واول حاجه باش نعملوها يا سي زهير وهذا اعلان للجميع، باش نعلنوا على الخونه اللي في وزاره الداخليه اللي قاعدين يسيدوا فيهم ويسطروا عليهم، هذا باش يكون اعلان رسمي، وهذا بعيد على التجاذبات السياسيه وعلى كل شيء، هذا المجتمع المدني. جاء الوقت يا سي زهير باش نعلموا للناس الكل شنو اللي صار في 2012، شنو اللي صار في عهد سعلي العرايز وقت اللي وزير داخلية ووقت اللي وزير أول في وزارة الداخلية. جاء الوقت مش نتكلم، مش نتكلم على خاطر نخافوا على بلادنا، على خاطر نخافوا على أولادنا. يا سي زهير شنو حط روحك في بلاصتنا، في بلاصة الناس الكل في التوانسة الكل، هنا شنو شعورنا واحنا نشوفوا في أولادنا الأمنيين يمشوا كيفاش فداء. ما تمس حد من دار الوزير، ما تمس حد من عائلة الوزير، اللي ماتوا الحراس ناس زواولة، تنقول زواولة في زواولة، وتنجموا تبحثوا وتعملوا كل شيء تشوفوا شنو هي هالعائلات هذه، وكل مرة يصير هكا يا سي زهير، وكل مرة هذا اللي يصير، وكل مرة تتعاود المأساة، والناس الكل واقفة تتفرج، مجرد شعارات ينطقوا بها المسؤولين الكبار مع كامل احترامي لهم. توا وفيه هذا الكل، توا مدرسة سيدي سعد اللي تدرب الإرهابيين واللي عاملة خطة بعد ما تدرب وتكمل 10 شهور وتكمل يعرف كل شيء، تم عزله لأنه بتهمة مشبوهة، هذا الكل لازم يعرفوه التوانسة. اللي تدريب الإرهابيين هذا صار في مدرسة سيدي سعد، ونتحمل مسؤوليتي في كل الكل. دقيقة دقيقة وهيبة وهيبة وهيبة، المعلومات موجودة، ونتحدى السيد حاكم التحقيق والنيابة والناس الكل يعيطولي وهاني أنا وكان قاعدة نتكلم. وهيبة وهيبة ما تسمعني شوية، المعلومة الأخرانية اللي قلتها خطيرة برشا، أما ما سمعتهاش مليح، نحبك تعاود تقولها على مسؤوليتك، عاود تقولها على مسؤوليتك. شنو اللي قلته توا يا وهيبة؟ وهيبة عاود لي المعلومة، اسمعني شوية يرحم والديك. متفاهمين؟ قل لي شنو هي المعلومة بالضبط ومن أين لك هذا؟ من اين لي هذا؟ استدعاني يا سي زهير وخذ الوثائق من عندي، واذا كان انت عندك احنا نعرفوا صدقك، اذا كانك بالحق ماكش خايف وتحب تخدم البلاد اعلن المعلومه هذه. عاودها لي المعلومه باش التوانسه يعرفوا. عاودها لي راك على المباشر يا وهيبه، عاودها لي المعلومه. ماشي يمشي يخدموا مع الارهابيين عن طريق مدرسه سيدي سعد، على طريق التكوين
الدين البلاد التونسية وفلوس تونس نكونوا في الإرهابيين مديهم في أولادهم مدوا فيهم في دين الإرهابيين. ولهذا نتحمل مسؤوليتي في الكلت ونتحدى السيد النيابة يتفضل يعيط لي ويسمعني إذا كان هو بالحق يحب يحمي تونس ويحب يحمي ولاده ويحب يحمي طرابلس، يعيط لي ويشوف شنو اللي عندي شنو تحت إيدي شنو النجم كله ويحل بحث. وقتها تو الناس كل التونس الكل تعرف شنو قاعد صاير في البلاد. وشكرا سي زهير. واضح. وربنا شهدين. الله يرحمهم وشكرا لك وهيبة. وإحنا على ذمة النيابة العمومية فيما يخص المداخلة الخاصة بالسيدة وهيبة اللي أدلت بها بشهادة وتطلب استدعاها من النيابة العمومية لتقديم معلومات خطيرة جدا عن المسائل الإرهابية وعن مسائل تتعلق بوزارة الداخلية واختراقات داخل وزارة الداخلية. فإحنا على ذمة النيابة العمومية لمدهم برقم السيدة وهيبة وأيضا للإدلاء بكل ما مدتنا به من معلومات. وأيضا السيدة وهيبة تعلن على الهواء مباشرة أنها مستعدة تقدم كل الوثائق، لأنها حسب ما تقول على الهواء مباشرة أنها عندها معلومات خطيرة ولابد من أن تسمع بها الناس اليوم، ولابد من أن تسمع بها النيابة العمومية، ولابد من أن يفتح فيها التحقيق حتى نعرف شنو اللي قاعد يصير.